بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع الرئيسي اللي متفرع منه الشارع اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. الشارع ده عرضه 30 متر. ده كده برضو شكل الشارع من الناحية التانية، شارع حلو جدا. ده كده الشارع الجانبي بقى اللي متفرع منه، ده الشارع الرئيسي هناك اهو، والعمارة تالت نمرة من الشارع ده. ده كده شكل البرج من بره اهو، البرج 11 دور وفي اسانسير. نبدأ نخش المدخل بتاع العمارة. ده المدخل اهو، المدخل كله رخام، الأرضية رخام والسلالم والجدران، والسقف بتاعه معمول جبسن بورد. تطلع الكام سلمة دول وبيجيلك الأسانسير قدامك. ده كده الأسانسير أهو. نبدأ كده بقى نشوف الشقة بتاعت النهاردة. ده هنا كده عندنا العتبة الرخام دي. الشقة يا جماعة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. أول حاجة هنا كده عندنا عداد الكهرباء القديم. عندنا كده باب مصفح، ده كده باب مصفح تركي. نبدأ نخش الشقة ونقول بسم الله. ده كده يا جماعة عندنا ريسبشن اهو، ده ريسبشن قطعتين، القطعة اللي هناك دي ودي قطعة كمان، يعني حتى كمان محطوط فيه سفرة، يعني لو حابب كمان تعمله زي ما هو كده وتحط السفرة مفيش مشكلة، يبقى خد معاك ثلاث قطع، ولكن خلينا نقول في الطبيعي قطعتين. ده هنا كده عداد الغاز، عداد الغاز اهو، غاز طبيعي. والشقة برضو يا جماعة فيها تليفون ارضي ونت. ده كده هنا تهوية للريسبشن من هنا. دي كده تعتبر الواجهة القبلي. عندنا غرف النوم في الواجهة البحري. ده كده الريسبشن. هنا كده عندنا طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والمطبخ والحمام. وهنا كده الشباك ده بيبص على منور، بس منور خاص مفيش حد معاك فيه، يعني تفتحه كده مفيش اي مشكلة، مفيش حد شايفك، مفيش حد جرحك. نبدأ نخش بقى على طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والمطبخ والحمام. الشقة دي يا جماعة فيها ميزة جميلة جدا 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 عجبتني انا شخصيا، هوريها برضو لحضراتكم دلوقتي. اهم حاجة خليك متابع معايا الفيديو للنهاية، هوريك كل حاجة. هنا كده ده الحمام، ده الحمام اهو، ما شاء الله الحمام نظيف ولونه حلو برضو. وده هنا كده الغاز، ده سخان الغاز اهو، الغاز واصل في المطبخ وفي الحمام. شوف المية، مية شغالة ومية، وبرضو واخدة البانيو مرتاح. مطبخ الحمام ما شاء الله مساحته حلوة يعني. ده كده اول حاجة معانا. نخش هنا كده على اول غرفة. بصوا بقى يا جماعة، دي الغرفة اهي، الغرفة دي مساحتها 3 في 4.5، 3 في 4.5، الواجهة بتاعتها بحري، الشباك ده بحري. هوري لكم حاجة بقى دلوقتي، لو احنا طفينا النور، لو احنا طفينا الانوار بتاعتنا كلها، نطفي برضو النور اللي هنا ده. بصوا يا جماعة، الشقة منورة لغاية المغرب. على فكرة انا بصور دلوقتي قبل المغرب بما فيش ربع ساعة. الشقة منورة 24 ساعة، مش هنقول 24 ساعة، يعني منورة لغاية المغرب، أنت ما بتفتحش لمبة لغاية المغرب. غير طبعًا الهواء لأن الواجهة دي بحري. معلش عشان بس مش عارف أطلع على السرير، هوريها لكم من الشباك التاني، هوريكم الفيو برضو من الشباك التاني، بس حبيت أوري لحضراتكم النقطة بتاعت الإيه؟ بتاعت النور دي، ما شاء الله. بصوا يا جماعة أنا كده بنور من غير أي نور، بصور من غير أي نور. هنا كده بقى الغرفة التانية اهي، برضو نفس الشيء، دي مساحتها تقريبا 3.5 في 3.5، وده الشباك اهو. هنطفي كده النور. بصوا يا جماعة انا كده طفيت النور، بصوا ما شاء الله الغرفة منورة ازاي اهو، والله كده مفيش اي نور. هوري لحضراتكم بقى الايه الفيو من الشباك ده. بس يا جماعة ما شاء الله النور جميل قوي.
ده كده الفيو بتاعها اهو، ده من على الشارع اللي احنا جايين منه من تحت اللي هو الشارع الستة متر. ده كده الفيو، ودي كده الغرفة التانية. بعد كده هنا عندنا المطبخ، المطبخ برضو ما شاء الله مساحته حلوة اهو، مساحته تقريبا 2.5 × 3، 2.5 × 3، وبرضو ده الغاز بتاعه اهو، وسخان الغاز اهو واصل برضو. وده هنا الحوض. اراجع مع حضراتكم البيانات مرة تانية، بس طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. دي يا جماعه الغرف اهي من غير ما ايه، من غير نور. الشقه مساحتها 95 متر، غرفتين ورسبشن قطعتين ومطبخ وحمام. الشقه في الدور التاسع، الشقه فيها عداد كهرباء قديم وفيها غاز طبيعي وفيها وعداد الميه طبعا مشترك مع العماره. الشقه عنوانها فيصل الطلبية، جانبي من شارع المنشية من ميدان الساعة. الشقة مطلوب فيها 330,000 جنيه قابل للتفاوض البسيط. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس حازم عبدالله.